مرحبا، أنا هلا. أحلى ذكرياتي في رمضان كانت خالتي كل يومين تسوي فطور لكل الناس اللي يشتغلوا مع خالي في الشغل، وكل أحد حتى حوالينه أو جيران أو أي حد يبغى يأكل عادي عنده، يعني عادي يدخل بيتها ويأكل. فكنت أنا وأختي دائما نروح نساعدها عشان تسوي أكل بالكميات الكبيرة هذيك. رمضان كريم مع وجوه.